السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي مرة جديدة قناة كروشي أرت جاليري. اليوم رح نتعلم شلون نصنع هاي الشنطة الجميلة، شنطة العيد الخفيفة والسهلة من خيط الكليم المصري، من أشياء كنا حنرميها. يعني شايفين هذا الشكل، هاي من جوا، شايفين قديشها مرتبة وحلوة. نبدأ على بركة الله، نبدأ على بركة الله. راح استخدم هاي الايد اللي بتكون موجودة بكيس الدراي فود او كيس الرمل. فيكن تستخدموا ايدين خشب جاهزين بشكل مربع. شايفين انا غلفت اول وحدة، هذا بيكون شكلها. رح نستخدم ابرة كروشيه مقاس 5 ملم. رح نستخدم خيط كليم مصري، يمكن اسمه سوبر لوكس. اول شي رح نجيب طرف الخيط، رح نعقد عقدة البداية، نسحب منها، بعدين رح ندخلها من داخل الايد بهذا الشكل. شايفين؟ بعدين رح نسحب اول وحدة، هاي ما تحتسب حلقة لسه. هلأ رح نعمل شو رح نعمل؟ رح نجيب طرف الخيط من تحت بهذا الشكل، شايفين؟ ونسحب من فوق بهذا الشكل. رح نعمل مرة تانية، شايفين؟ رح نجيب طرف الخيط من تحت، نرفعه شوي، نحطه على السنارة، نحاول نخليهم لازقين ببعض، بعدين نسحب من الاثنين. هاي تاني وحدة، نعمل الثالثة نفس الطريقة. نحاول شوي نشد الخيط ونحنا ماشيين. هاي ثلاثة، هيك صار. هاي أربعة، مثل ما قلت لكم بنفوت الخيط من جوا، نرفعه على السنارة، بنخلي شكله هيك مستقيم، حرف 8 أو رقم 8 لتحت، بنسحب منه هن الاثنين بهذا الشكل. بنكمل لحتى يصير عنا 33 وحدة من هدول، بالإضافة لهدول، يعني من المجموع الكلي يكون 33. رح كمل وبنرجع بنشوف سوا شو بدنا نعمل. وصلت أصدقائي للحلقة 30، اتلح لي اختم الشغل معكم مشان يكون واضح اكثر. هلا شايفين هاي حلقة البداية، بنفكها بنزل لتحت هيك. هلا رح نعمل 31، هي 31، من بعدها شوي عمل 32، بعد شوي نعمل 33. شايفين بهي الطريقة. هلأ رح نقطع الخيط، نسحب. شايفين هذا الخيط اللي قلتلكم نخليه لتحت، فيكن تخلوه من ورا هيك كمان، خلي انا هيك من قدام. هلا بداري وقت اخلص. هلا رح نجيب طرف الخيط هاد، ننظم فيه ابرة التنظيف. بعتذر انا بنسى بوطي صوتي شوي. هلا رح نفوت من بين الحلقتين بهذا الشكل، شايفين؟
هذا مثل ما قلت لكم، هذا الخيط طلع من داري جوا. نسحب، بعدين راح نفوت من داخل هذا المكان، شايفين؟ بنقاطعه بهاي الطريقة، شايفين شلون؟ نسحب، تتكون عنا شكل نفس شكل الغرزة من فوق. هلا راح نداري هذا الخيط هيك ورا، ادخل فيه. وكان فيني انا اتركه مدلل لقدام، بس لاني فكيته فلازم داري. هلا راح نداري هذا الخيط بهذا الشكل. لو تركناه كان ممكن نتركه بس نفك العقدة، بس انا لاني اخذته من ورا لقدام. شايفين بهذا الشكل؟ هاي راح تكون الوش تبع الإيد، شايفين؟ هذا الظهر. هيك تكون خلصت عنا شكل الإيد، شايفين شلون قديشها حلوة وشيك. هاي التانية، هلا أصدقائي راح نعلم الإيدين وين نطلع وين نرجع بعدد الغرز اللي راح نعملهم. مثل ما قلنا شايفين راح نعلمهم أربعة. أول شي راح نختار مكان من فوق على اليسار او على اليمين، نبلش منه. راح نحط اول علامة غرز ونعد 22 غرزة. لما نوصل لل22 راح نحط العلامة الثانية، بنحاول نظبطها تكون بالطرف بهذا الشكل. اذا مستخدمين خيط الكلام المصري راح تلاقوا شوي يعني مقاسات مو مزبوطة، لأنه هو أماكن رفيعة أماكن سميكة. هلأ بورجيكم شلون بنتدارى هاي المشكلة، بس بالإيد ما قدرت كتير أتداراها يعني، فهو هيك المقاسات ما راح تكون مزبوطة بالميلي، خاصة إذا أنتم مستخدمين غير شكل الإيد. هلأ بعد ما نعلم 22 ل22 راح نعد 1 2 3 4 5 6 7 ونحط بالسابعة. 1 2 3 4 5 6 ومنحط بالسابعة مثل ما لنا شايفين. هلأ رح نستخدم إبرة كروشيه مقاس 6، رح ورجيكم هلأ شلون بنبدأ. بسم الله، رح نجيب الخيط دائما. نحنا رح نوصل الخيط من وش الشغل، هنقيم اول علامة، ندخل السنارة فيها بهذا الشكل، نسحب. هلأ رح نعمل 17 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و17. شايفين هلأ راح نجيب الإيد الثانية، راح نجيب الناحية المقابلة اللي هي هون، راح ندخل من قدام مو من ورا هيك،
مثل ما شايفين راح نقيم علامة الغراز، ندخل من قدام بهذا الشكل، شايفين راح ندخل والخيط من ورا، نسحب بمنزلقة. هلأ راح نحضر الخيط لتحت، شايفين هذا الخيط اللي طالع منها، راح ننزله لتحت ونرتفع بسلسلة بهذا الشكل. هلأ صار الشكل عنا هيك متقابل، شايفين الفوكس عم يهرب ما بعرف ليش. هلأ رح نترك الحلقة اللي نحنا شغالين منها طالع منها الخيط، شايفين رح نبلش ندخل بالحلقات اللي ورا، شايفين بس ما رح ندخل بالحلقة من قدام او من يعني بالباك لوب او فرنت لوب، رح ندخل بهذا المكان اللي هو ثيرد لوب، شايفين هاي السلسلة اللي بتكون من ورا ندخل فيها بهذا الشكل، نعمل أول غرزة منزلقة. هلأ راح نروح للي بعدها، شايفين نعمل كمان غرزة منزلقة. هلأ بعدها راح نعمل 12 غرزة حشو نفس المكان اللي قلت لكم عليه اللي هو بالثيرد لوب. أي واحد مين؟ كاتب؟ أربعة؟ وصلنا أصدقائي إلى قلب آخر غرزتين، مثل ما لنا شايفين رح نعملهم منزلقات. هي أول وحدة، هي الثانية، هاي سلسلة الارتفاع الأولى اللي من 17 سلسلة ما بتحتسب، رغم ما بتحتسب بالروحة إنما بالرجعة بنشتغل وراها عادي. هلأ رح ندخل بهذا المكان، شايفين رح نسحب نعمل منزلقة من وش الشغل. هلأ رح نرتفع بغرزة حشو أو غرزة سلسلة ونقلب الشغل. هلأ شايفين المكان اللي طالع منه هي السلسلة، سلسلة الارتفاع، هذا هو رح نتركه نشتغل باللي بعده، شايفين أول سلسلة أول غرزة منزلقة، بعدين رح نشتغل وحدة تانية منزلقة، بعدين رح نشتغل 12 غرزة حشو، وطبعا كله هذا بالباك لوب مثل ما لكم شايفين. هاي اي 2 3 4 5 6 7 8، شايفين هذا المكان شلون صار رفيع فيه الخيط، رح نحاول نتجنبه هذا المكان. بهذا الشكل بنجيب بنضل منكر لنوصل للمكان اللي الخيط فيه زراكز بهي الطريقة. وين وصلنا عشرة، 11، 12. أنا خربطت واشتغلت بنفس الخيط اللي أنا بدي قصه، شايفين هلأ هذا المكان اللي طالع معنا من داريهم ببعضهم البعض ومنقص هذا الخيط كله، فانتو ممكن تلاقوا وانا عم بشتغل هيك خيطان طويلة، شايفين لانه طوله كتير رفيع فرحنا رح نقصه.
وراح داري طرفين هدول بحيث ما يبينوا لما اخلص. هلا وصلنا لاخر السطر، اخر غرزتين قدامنا، رح نعملهم غرز منزلقة بالباك لوب مثل ما اتفقنا. هلا شلون بدنا نوصل؟ شايفين هلا هذا ظهر الشغل، ما بنوصل فيه المنزلقة، نقدف الخيط لورا بهذا الشكل، بنروح للمكان اللي بعده، هذا وش الايد، وبنسحب عشان الشكل يطلع راكز، شايفين بهذا الشكل. هلا بنرتفع بسلسلة وبنعكس، شايفين هذا المكان اللي قلت لكم الخيوط رح ساوي فيها، بعملها بشكل حرف السبعة مثل ما هي لتحت هيك، بحيث تكون نفس الشكل، يعني هذا رح دخله هلا هيك من جوا بهذا الشكل. وداري نفس الشيء التاني، رح دخله من جوا هيك بحيث يكون الشكل عنا نفس الشكل. داريو من وين هذا طلع، شايفين؟ هلا بنكمل عادي لبين ما، هلا بالصف الثالث نترك مثل ما قلت لكم المكان اللي طالع منه الحلقة، هي السلسلة بنتركها، بنشتغل باللي بعدها اثنين منزلقة كالعادة، واحد اثنين. هلا رح نشتغل خمسة غرز حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هلا بالمكان السادس رح نشتغل تزايد بالباك لوب نفس المكان، واحد نفس المكان اثنين مثل ما احنا شايفين. هلا رح نكمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وآخر تنتين قدامنا كالعادة منزلقات بالباك لوب، واحد هاي آخر وحدة اثنين. شايفين هذا الشكل بلش يتكون معنا. هلا شلون بنفوت هالمرة؟ هو صادفت انه الشغل من وشه، بنفوت عادي بالمكان اللي يليه، نسحب منزلقة بهذا الشكل، بعدين نرتفع بسلسلة ونلف الشغل. هلا صار عنا نحن فوق 17 سلسلة، عفوا 17 غرزة. شو رح نعمل هلا من هلا لحتى نوصل لعلامة الدبابيس؟ رح نضل نتزايد بالرقم الفردي اللي بالنص، اذا ما في رقم فردي رح نتزايد نشوف نقيسه نحن اي طرف رح يكون فيه النص مثلا نتزايد فيه، مثل مثلا لما تزايدنا بالستة تزايدنا بأول ستة، بحيث نختار المكان التزايد يكون بالنص. رح نضل نتزايد لحتى نوصل لعلامة الدبوس بالمكان اللي بالنص. هلا نحن عنا 17 غرزة، رح نتزايد بال17 وهكذا، وبنشتغل اثنين منزلقة بالبداية واثنين بالنهاية. رح كمل لنوصل لنا لعلامة الغرز هاي، وهي رح ورجيكم شو بنعمل. مثل ما قلت لكم اصدقائي، رح اوضح لكم اكتر
شايفين هلأ نص ال17 راح تكون هي غرزة رقم 9، الرقم الفردي بنص ال17 هو 8، فنحن نتزايد نص ال17 8.5، فنحن راح نتزايد بال9. شايفين هي الغرزة رقم 9 راح نتزايد فيها بهذا الشكل، 1 2، لأنه الغرزة رقم 9 بتصادف نص الشغل. بعدين منكمل عادي، غرزة واحدة حشو. حبيت أوضح لكم أنا يعني يمكن جزئية نص الرقم ما وضحتها بشكل جيد. هلأ منكمل عادي لنوصل لقبل غرزتين. بعدين بنعمل بآخر غرزتين غرز منزلقات. شايفين هلأ وصلنا لآخر تنتين، هي منزلقة، هي اللي بعدها كمان منزلقة. هلأ توصيل الشغل، هذا ظهر الشغل رح نوصله بالعكس، رح نقدف الخيط لورا، نفوت بهي الطريقة، نسحب نسحب بمنزلقة ونرتفع بسلسلة. رح نكمل مثل ما قلت لكم التزايد بالرقم الفردي بالنص لحتى نوصل لعلامة الدبابيس التانيين اللي ورانا، هدول الاثنين. إذا ما كان رقم فردي بنحاول نخليه بالنص، مثلا هاي بغير الغرزة، فرح نكمل وبنرجع مع بعض. هلا وصلنا أصدقائي لعلامة الغراز، هنشيلها. نوصل بشكل عادي مثل ما علمتكم، منزلقة بعدين نرتفع السلسلة، نعكس الشغل. هلأ رح نشوف شو رح يختلف. مثل ما تعلمنا المكان اللي طالع منه الغرزة بنتركه اللي هو هاد، رح نشتغل باللي بعده. رح نشتغل أول 3 منزلقة، 2 3. هلأ رح نشتغل عادي غرز حشو من غير تزايد أو تناقص لحتى نوصل لعلامات الغرز التانيين اللي هون واللي هون. شايفين نشتغل غرز حشو من غير أي تزايد أو تناقص، بس الفرق إنه رح نبلش بثلاث منزلقات وراح نخلص بثلاث منزلقات. هلا وصلنا لآخر 3 غرز هنشتغل فيهم منزلقة، 1 2. هلا رح نشيل علامة الغرز، نوصل بالطريقة اللي تعلمناها سوا. رح نكرر نفس هاي الطريقة لنوصل لهدول العلامتين، ورح نعملهم يعني الأماكن يعني المكان تبع هاي العلامة والمكان تبع هاي العلامة رح نعملها نفس الطريقة من غير أي تزايد أو تناقص، وثلاث منزلقات بالبداية وثلاث منزلقات بالنهاية. رح وصل لهدول العلامتين وخلصهم وبنرجع بنشوف شو شلون بدنا نكمل لآخر الإيد. خلصت أصدقائي، وصلت للمكانين اللي فيهم الماركر وعملت فيهم. شايفين انا عامل فيهم وخالص، بس تاركهم مشان ورجيكم.
مثل ما قلت لكم بنعمل فيهم 3 غرز منزلقة، بعدين غرز حشو عاديين من غير أي تزايد أو تناقص، بعدين 3 مرة تانية منزلقة. هلأ رح نوصل للمكان الثاني، شايفين هاي اللي أنا اشتغلت فيها، بس مشان أورجيكم العلامة إني وصلت. هلأ رح نشتغل كالعادة منزلقة، دقيقة شوي بس، نشتغل منزلقة بهذا الشكل، نرتفع بسلسلة، نعكس الشغل. هلأ رح نبلش نظام جديد. هلأ بأول طبعا بنترك هاي اللي طالع منها الغرزة، هاي اللي طالعة من هون، هذا المكان ما بنشتغل فيه مثل ما قلت لكم، بنشتغل باللي بعده. بنترك أول يعني بنترك حلقتين من السنارة. هلأ رح نشتغل بأول غرزة قدامنا، غرزة منزلقة، وبالتانية اللي بعدها كمان منزلقة، وبس ما رح نشتغل التالتة منزلقة. التالتة رح نشتغلها غرزة حشو بالباك لوب. رح نوصل للغرزة رقم 12 و13 ونعمل فيهم تناقص. هلأ أنا بأربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10، 11. هلأ وصلنا للنص، 11. هلأ 12 رح نسحب منها هيك، و13 كمان رح نسحب منها، وبعدين نسحب من 3 حلقات عشان نعمل التناقص. بعدين رح نكمل غرز حشو عادية لنوصل لآخر الطريق، وبآخر غرزتين قدامنا رح نعملهم منزلقات. خلصت أصدقائي الصف ووصلته. هلأ رح نكمل بمسيرة التناقص لحتى يرجعوا عدد الغرز عنا 16 غرزة مثل ما كانوا بالبداية. هي من الطاولة هيك يمكن صار أو شي، لحتى نرجع 16 غرزة مثل البداية. هلأ شلون مثلا بدنا نتناقص هلأ هون ونحن صار عنا العدد فردي؟ هلأ كان عدد الغرز عنا 24، بعد ما تناقصنا صاروا 23. شلون؟ راح نشوف الغرزتين اللي بيصادفونا بقى بالزاوية. شايفين مثلا هدول الغرزتين، نحن بنقسمها بالنص هيك، شايفين آخر غرزتين مكونين معنا رح نتناقص فيهم. كل صف رح نعمل هيك اذا كان العدد فردي، او حتى لو زوجي كمان نفس الشي ممكن تستعملوا نفس الطريقة، بحيث يكون التناقص بالنص. شايفين بهي الغرزتين، هي واحد وهي اثنين، لحتى نوصل للغرز بعد ما يصير عنا عدد الغرز 16 غرزة. رح تصادفنا انه بقيان صفين معنا، رح نعملهم صفين من 16 من غير اي تزايد او تناقص. رح اخلص التناقص وارجيكم شلون رح نقرب نوصل من الماركر. نسيت لكم اصدقائي انه رح نستمر باول غرزتين بس نعمل منزلقة، وباخر غرزتين منزلقة، ما رح نعمل 3، رح نعمل 2 بس لحتى يصير عنا عدد الغرز 16 مثل ما قلت لكم. مثل ما انا شايفين اصدقائي، هلا وصلت لقبل اخر 3 صفوف، عملت صف من الصفوف الثلاثة الاخيرين اللي بيكونوا ثابتين 16 غرزة بس من غير اي تزايد او تناقص. طبعا اول شي 2 منزلقة واخر شي 2 منزلقة، بس حبيت انا اقلكم انه قبل انا وصلت لعدد الغرز 16 بعد التناقص، وبقيان لي 3 صفوف عملت صف من بيناتهم، لاني انا قلت لكم انه اخر صفين بس ثابتين. انا نسيت احسب انه اول صف نحن هون عاملينه صف 17 سلسلة، فمزبوط نحن قبل 3 صفوف بيثبت الرقم عنا ب16 غرزة توتال. هلأ بقيان لي صفين لحتى اوصل لعلامة الغرز هاي، بعدين ارجع لعلامة الغرز هاي وبنتهى عندها، هاي ما بكمل صف تاني بعد هاي العلامة. رح ورجيكم شلون رح كمل وبنرجع بنشوف شو قصدي. مثل ما لنا شايفين اصدقائي،
وصلت للمكان اللي بدي أوصل فيه، لبسي بيصدف الماركر، آخر ماركر عندي هذا، رح أقيمه، رح أوصل فيه بنفس الطريقة اللي تعلمناها من قدام الإيد بهذا الشكل، نسحب بعدين رح نسحب هيك، شايفين؟ هلأ رح نبلش نعمل الخطوة إنه نمشي بغرز منزلقة حوالين داير ما يدور، شايفين؟ بس بما إنه أنا خلصت وهي بالناحية الشمال، فأنا رح داري الخيط هون وأبدأ من اليمين، عرفتوا؟ رح أقلب الشنطة من هون، رح أبدأ من اليمين وأمشي، لأنه أنا هلأ هيك خلصت من الشمال. بس بدي امشي هيك بالشمال صعب رح يكون علي، مشان هيك رح اقطع الخيط الداري وامشي من اليمين. فينا نستخدم ابرة مقاس 5. هلا هذا رح اتركه، ما رح اعمل له شكل لانه انا بدي امشي فوقه بالمنزلقة لسه، بس رح ادخله لجوه لأنه أنا رح أمشي بالمنزلقات. هلا رح ندخل من هذا المكان، نجيب الخيط، فينا مثل ما قلت لكم نستخدم مقاس سنارة أصغر، أنا رح أستمر بنفس المقاس، رح ندخل بهذا الشكل. حوالين الإيد، هلأ رح نكمل بمنزلقات، رح ننزل تحت الحلقتين مع بعض، شايفين؟ تحت الحلقتين رح ننزل، هي أول وحدة، هي الثانية، ننزل تحت الحلقتين، تحت حرف الفي يعني بالكامل. هلأ رح نكمل هيك لنوصل للإيد اللي جنبها، كمان رح ننزل تحت الحلقتين مثل ما انا شايفين. هذا دهان من الطاولة، أنا كنت مروتش الطاولة طلع عليها، يعني في أماكن كانت الأسود رايح منها اللون فأنا داهنه، فهو طلع بالشنطة هلأ للأسف. يلا مو مشكلة، مثل ما قلت لكم رح نكمل وننزل هون كمان مثل تحت الحلقتين، رح ورجيكم شلون بنختم الشغل بهذا المكان. وصلت أصدقائي لآخر صف، لآخر الطريق، هاي أول غرزة أنا كنت عاملها. هلأ قطعت الخيط رح أسحب، نكون تاركين مقدار مكان واحد بس عشان نفوت فيه، يعني بنترك غرزة. فين راح ندخل تحت حرفين الفي هذا الشكل، بعدين راح اسحبه من هذا المكان من المنتصف، الشكل شايفين؟ هلا هدول الخيطين رح داريهم جوا الغرز، هذا بيكون الشكل النهائي. هلا في مجموعة من الخيوط، شايفين؟ هدول كلهم بدي هلا داريهم وورجيكم الشكل النهائي، لأنه هدول مثل ما قلت لكم وقت أماكن بيكون الخيط سميك، أماكن بيكون رفيع، فأنا قاصص كتير خيطان، هدول منهم شوي لسه شوي منهم يعني، فرح داري جميع الخيوط دول وبنرجع بنشوف الشكل النهائي شلون بده يصير. وبهيك أصدقائي بتكون خلصت الحقيبة، هذا بيكون الشكل النهائي، محاول وسع لكم إياها بالكاميرا، شايفين هذا الشكل من الداخل. شايفين قديش حلوة، فيكن تعملوها بألوان متعددة. هلا هذا اللون بناتي شوي يعني البنات الصغار،
ممكن انتو تعملوها بلون مثلا كشمير او لون رمادي او لون اللي هو يعني مشان اللي تليق مع السيدات اكتر. شايفين فيكن تحطوا الإفل هذا هون، فيكن تحطوه هون بين الإيدتين مشان تسكر اذا بدكم تحطوا فيها الموبايل او تحطوا فيها شي يعني مشان ما يوقع او يضيع. هلا بنجي لأفكار التزيين. في عنا مجموعة من الكور، فيكن تصنعوا شرشوبة من نفس الخيط، خيط الكليم المصري، وتحطوها بالطرف بهذا الشكل، بتطلع كتير حلوة. بس هي الشنطة شوي كبيرة، ما عم تبين كتير ما عم تبين بالموبايل كله. فيكن تستعملوا كرة الشعر هاي. أو هاي حسب انتو شو عندكم، زينوها بالطرف. شايفين يعني انتو بتختاروا التزيين. في هاي الكرة نفسها الشعرة قصيرة شوي، فيكن تحطوا لها مثلا هاي الميدالية اذا رح تعملوها للأولاد. فيكن تستخدموا الشرشوبة اللي صنعناها بالقناة تستعملوها للتزيين ممكن. هلأ بالنسبة للتعليق نستخدم هاي السلسلة. شايفين حنعلقها بكل بساطة، بنفتحها ونعلقها بالطرف هيك من الجهتين. هذا اللون الذهبي بيطلع كتير حلو عليها. شايفين هاي هي السلسلة لونه ذهبي بيلبق لها كتير. فيكن تستخدموا لون سلسلة مغاير. في عندي هي السلسلة بس ما في غير هذا الجزء منها. فيكن كمان تستخدموها للإيد تعلقوها منها. فيكن تحطوها هيك على جنب بدل الشرشوبة. شايفين الشنطة حجمها وسط، لا هي واسعة كتير ولا هي صغيرة كتير، يعني حجمها مناسب جدا إذا التزمتوا بعدد السلاسل اللي قلتلكن إياه. وبهيك أصدقائي بكون خلص مقطع اليوم، بتمنى يكون عجبكم. للمزيد لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات وتدعموني باللايك وبالدعاء بظهر الغيب. الله يا ربي في يعني يحسن الأوضاع ويخليها تمام. وشكرا جزيلا على المشاهدة.